السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا البيومي من قناة انجليزي اونلاين. اهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي. باذن الله النهاردة هنكمل مع بعض حل كتاب المعاصر الخاص بالترم الثاني، وهنحل النهاردة الاسئلة الخاصة بالدرس الثالث والرابع من الوحدة الثامنة. الكلام ده موجود معانا من اول بيج 88. هنحل النهاردة الاسئلة الخاصة بالدرس الثالث والرابع بالكامل، سواء الخاصة بالكلمات او الجرامر. بفكرك بس في البداية متنساش تدعمنا لو عجبك الفيديو واستفدت منه بلايك وتعليق أسفل الفيديو، وتعمل لنا شير لاسم قناتنا اللي هي انجليزي اونلاين على الصفحات التعليمية على الفيسبوك طبعا. ولو بتشاهدنا لأول مرة اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس واختار الكل عشان يوصلك تنبيهات بفيديوهات الفترة القادمة. وقبل ما نحل كده بفكرك بس ان انت لو محتاج اي درس سابق سواء حل اسئلة او شرح جرامر على السبورة انزل في الوصف هتلاقي كل ده موجود في الوصف. تعالى كده يلا نشوف اول سؤال. هنبدا كده الاول بحل اسئله الايه الكلمات. نمبر 1 بيقول لي ذا تاهيا مصر بريدج از ذا وورلدز وايدست، وبعد كده بريدج. طبعا احنا عارفين ان كوبري تاهيا مصر ده كوبري ايه؟ معلق، ومعلق يعني سسبنشن. الكلمه دي مهمه جدا. 2 بيقول هنا ذا ايه از ذا تايم when the sun disappears at the end of the day، يعني الوقت ايه اللي بيكون الشمس فيه بتختفي من السماء. الكلام ده بيكون في نهاية اليوم، ده طبعا وقت الغروب، وغروب الشمس يعني sunset. Number 3 بيقول لي there is a beautiful view of the city from the Cairo Tower، يبقى عاوز يقول ان في منظر طبيعي للمدينة من برج القاهرة، ومنظر طبيعي طبعا يعني view. Mountain A، جبل A، mountain is the most dangerous sport at all. لا ده عاوز يقول هنا رياضة ايه؟ تسلق الجبال هي الاكثر خطورة، اكثر رياضة خطرة على الاطلاق، وبالتالي تسلق يعني climbing. Number 5 هنا بيقول Egypt has made great، يعني لقد ايه قامت مصر ب ايه عظيم in education. كلمة education معناها التعليم. We are proud of that، احنا فخورين بالموضوع ده. يبقى مصر حققت، عاوز اقول كده حققت انجازات عظيمة ورائعة، وانجازات طبعا يعني achievements. Number 6 هنا بيقول لي الحاجة اللي انت هتختارها means able to be cause harm، يعني حاجة بتسبب الايه؟ الأذية، والحاجة اللي بتسبب الأذية دي طبعا حاجة خطيرة، وخطير يعني dangerous. أما هنا بيقول لي remember that it is important to be، تذكر ان من المهم ان انت تكون ايه؟ when you give your opinion، لما تدي رأيك، يعني لما تيجي تدي رأيك لحد تذكر ان من المهم ان انت تكون ايه؟ اكيد مؤدب، ومؤدب يعني polite، يعني تبقى مؤدب وانت بتدي رأيك لحد. The bridge has a glass، وقلنا a glass او glass، يبقى الكوبري له او يمتلك ايه بقى؟ زجاجي. So you can see the river under your feet، عشان كده بتقدر تشوف ايه الريفر، النهر اسفل قدميك. يبقى عاوز يقول ارضيه زجاجيه اللي هي a glass ايه floor، موجوده في الكلمات. الصفحه التاليه اللي بعد كده نمبر 9 بيقول لي a honey bee. A honey bee is a او an بعد كده that produces honey، يبقى عاوز يقول لي ان نحله الايه العسل دي طبعا هي حشره، يعني كلمه بي طبعا اللي هي النحله، والنحله طبعا من الحشرات، وحشره يعني انسكت طبعا ايه بروديوسز، يعني بتنتج الايه العسل. نمبر 10 هنا بيقول لي موست مودرن كارز ار، يعني معظم العربيات الحديثه هي ايه؟ هو هنوصفها بصفه بيقول لي they are not cheap، يعني ما بيكونوش ايه رخاص الثمن، وبالتالي عكس رخيص طبعا اللي هو expensive، معظم العربات الحديثة غالية جدا طبعا. نمبر 11 بقى هنا بيقول لي the bridge is 67.36 meters، طبعا انت بتتكلم على هنا على عرض الكوبري، وعرض الكوبري يبقى حط صفة في الاخر اللي هي تدي معنى عريض اللي هي كلمة ايه wide. احنا بنقيس هنا عرض الكوبري اللي هو بتاع ايه تحيا مصر. The opposite of beautiful is، عكس كلمة beautiful، opposite يعني عكس أو مضاد، عكس جميل قبيح، وقبيح يعني ugly. What do you بعد كده about the new TV show، يبقى أنا عاوز أقول أخد رأيك، إزاي تاخد رأي حد؟ قلت لك بتقول له what do you think about، أو تقول له what's your opinion about، يبقى what do you think، ما رأيك فيه. أما هنا many people enjoy walking، يعني ناس كتير بتستمتع بالمشي بقى عبر الكوبري، the bridge in the evening. خدت بالك من كلمة cross و across الموجودين، وخدنا الفرق بينهم في الفيديو اللي فات،
وطبعا هنا كروس يعني يعبر، لكن اكروس هي اللي تدي معنى عبر، بستخدمها هنا كظرف. I disagree، انا مش متفق. وبعد كده you، عاوز تقول ان مش متفق معاك، بتقول له ايه؟ I disagree with you. او طبعا ممكن تقولها له بشكل تاني غير disagree، تقول له I don't agree with you. English is the most important subject، يعني الانجليزي هو اكتر مادة ايه مهمة. I am proud. طيب proud الصفة اللي تدي معنى فخور دي بيجي بعدها حرف جر ايه؟ قلنا بيجي بعدها حاجة من اتنين، يا اما proud to والمصدر، يا اما proud of واسم او فعل في ing. هتيجي تبص هنا على اللي بعد النقط، my father. my father ده اسم وبالتالي استخدم ايه؟ of. يبقى I am proud of my father، انا فخور بوالدي. he does his best to make us happy، يعني هو بيقوم باقصى ما عنده او افضل ما لديه عشان يجعلنا سعداء. اللي قدامنا دي طبعا درس اللي هو التفضيل، وشرحته لك طبعا بالتفصيل بطريقة سهلة جدا على السبورة. لو ما شفتش الفيديو انزل في الوصف، اسفل الفيديو هتلاقي قائمة تشغيل خاصة بشرح الدروس. تعالوا بقى دلوقتي هنحل مع بعض الاسئلة الخاصة بالجرامر. طبعا الكلام ده عشان تبقى متابع معايا في الرقم، برقم الصفحة اللي هو 92 92. نمبر 1، في نمبر 1 هنا بيقول ويلز اللي هي الحيتان ار، وبعد كده animals in the world. بيعمل هنا تفضيل، عاوز يقول لي ان الحيتان هي الاكبر او اكبر الحيوانات في العالم، يبقى ايه؟ the best. طبعا هنا عشان يا ولاد تستخدم مقارنه قلنا بحتاج لذان في الغالب، فمعظم الجمل بيبقى فيه ذان طبعا، ان ما عدا الاستثناءات اللي انت بقول لك ايه شرحتها وقلتها. ولكن الفكرة ان انا عشان اعمل مقارنة لازم يبقى عندي طرفين، لكن هنا مفيش طرفين ولا حاجة. هو طبعا بيفضل الحيتان وبيقول ان هي الاكبر في العالم. On Saturdays the market is، يعني بيقول لك في ايام السبت ايه السوق بيكون ايه than on Fridays. بيعمل مقارنة هو بقى، يبقى مقارنة يبقى استخدم اللي فيها ER وتبقى quieter يعني اهدأ، يعني بيكون الايه السوق هادي في يوم الايه السبت عن ايام الجمعة. Some people think that math is، يعني بعض الناس بتعتقد ان مادة الرياضيات is a، وبعد كده subject of all. وقلت لك اصلا في الشرح ان of و in بتيجي في اسلوب التفضيل، وبالتالي اسلوب التفضيل هنا متمثل في ايه؟ في the most difficult. طبعا لازم احط ايه؟ the. قلت the وبعدين صفة قصيرة فيها est، او the most او the least وبعدين صفة طويلة، يبقى most difficult لوحدها من غير ذاتيات ما تنفعش. بعد كده هنا بيقول ايه؟ the world's suspension bridge opened in Cairo، يبقى عاوز يقول لك ان اعرض كوبري في العالم، يبقى اعرض كوبري ده تفضيل لان ذا موجوده هيت، يبقى انا محتاج لصفه التفضيل هنا اللي هي بيكون فيها يا اولاد ال est. طبعا ممكن واحد هنا يتلخبط ويروح يختار مين؟ the widest. اقول لك ما ينفعش لان ذا موجوده، بس هو بعدها عن الصفه اللي فيها ال est، ولكن هي موجودة هيت. نمبر 5 هنا بيقول I have the A، وبعد كده family، اللي بقى انت هنا حاطط ذا يبقى ده تفضيل، يبقى انت عاوز تقول انا عندي افضل عائلة، يبقى the best family تفضيل، ودي صفة شاذة من كلمة ايه؟ good. good better than مقارنة، و the best التفضيل. Cairo is وبعد كده the A city in Egypt، يبقى عاوز يقول لك ان القاهرة ذا برضو موجودة بتاعة التفضيل، يبقى استخدم صيغة التفضيل هنا اولاد اللي هي اللي فيها est، يبقى Cairo is the busiest city in Egypt، اكثر مدينة زحمة في مصر. نمبر 7 هنا اولاد بيقول لي this is وبعد كده film I've ever seen. كلمة ever ديت خد بالك من المعلومة دي مهمة جدا، ان ever ديت بتيجي في اسلوب التفضيل. ever بتيجي في اسلوب التفضيل، never بتيجي في المقارنة. يبقى تاني ever في التفضيل، never في المقارنة. وبما ان هنا ever موجودة يبقى استخدم التفضيل اللي هو ايه؟ the most، والصفة الطويلة اللي هي boring، يبقى عاوز يقول لي الاكثر مللا، الفيلم ده اكتر فيلم ممل اللي شفته. بعد كده هنا بيقول لي no one is taller than Ali، يعني لا احد ولا واحد اطول من ايه؟ من علي. معنى كده ان علي ده ايه؟ الاطول، يبقى هفضله هوت عن البقيه واقول الي از ايه؟ از ذا تولست بوي ان ذا كلاس. قلت اهي ادي ان بتيجي في التفضيل، وكمان عندي ذا بتسهل لي الدنيا برضو. اتشير از وبعد كده ايه؟ كومفورتبل ذان اسوفا. كلمه كومفورتبل معناها مريح، كومفورتبل ذان اسوفا، يعني بيعمل مقارنه بين التشير
وما بين الصفة، وطبعا دي صفة طويلة، يبقى احط قبل الصفة الطويلة يا اما في المقارنة يا اما more يا اما less، وطبعا هنا مفيش غير less. يبقى عاوز اقول ان الكرسي اقل راحة من الايه الكنبة. which do you think is بعد كده city in the world. انت خدت بالك من وجود ايه ان؟ وقلت لك ان ان و of بتيجي في التفضيل، والتفضيل هنا طبعا ايه the most exciting، يعني بقول لك تفتكر ايه او ماذا تعتقد او ما رايك في الاكثر، المدينه الاكثر اثاره ومتعه في العالم. باخد رايك هنا. نيجي بعد كده للسؤال اللي هو تصحيح الخطا نمبر 1. هنا بيقول لي what is the better place to play tennis near here. عاوز اقول لك ايه افضل مكان للعب التنس بالقرب من هنا. طبعا في ذا يبقى تفضيل يا اولاد، والتفضيل من بيتر اللي هو best، يبقى the best place افضل مكان. نمبر 2 معانا بيقول هنا tennis is، وبعد كده مديني least، واحنا قلنا ان الصفه الطويله بيجي قبلها the most او the least، يبقى بالتالي least هنا محتاجه لايه؟ لذا. Cairo streets اللي هي شوارع القاهرة are busiest in Egypt، زيها زي اللي فوق برضو دي صفة محطوط لها EST، لازما تسبق بذا. The busiest يعني الأكثر زحمة. أما هنا بيقول لي she is tall girl girl in our country. لا أنت بتتكلم هنا إن، وقلت لك إن of تفضيل، خلي لي بقى الجمل والصفة دي تفضيل، يبقى دي صفة قصيرة يبقى نحط قبلها ذا واجي على الصفة القصيرة احط لها EST، يبقى اقول ان هي is the tallest girl in our country، اطول بنت في دولتنا او بلدنا. بعد كده هنا بقول لي insects are the more dangerous the، يبقى تتبع بصيغة تفضيل، والتفضيل من كلمة more ايه؟ ها برافو عليك، اللي هو the most. يبقى اقول ايه the most dangerous animals in the world، اخطر الحيوانات في العالم. The blue car is، وبعد كده هنا most برضو مشابهة شوية للي فوق، وقلنا ان most لازم يجي قبلها ايه the most او the least. Is Mr. Ali your good teacher. عاوز اقول لك ان مستر علي ده هل المدرس الافضل، شو بيقول لك ايه الافضل بالنسبة لك، يبقى اقول لك ايه is Mr. Ali your best teacher، يبقى استخدم هنا ايه best. واحد يقول استنى يا مستر ده مفيش هنا ذا، مفيش هنا ذا عشان اقول ايه ذا بيست يعني. اقول لك لا، ما احنا قلنا ان الذا ممكن ما استخدمهاش قبل التفضيل في حاله ان يكون جايب ايه يا اما ابيستريفي اس او صفه ملكيه، وفي صفه ملكيه اولاد يبقى ما اقدرش استخدم ايه ذا، يبقى استخدم بيست بس على طول. وهنا في نمبر 8 بيقول لي شي از، وبعد كده ذا، وبعد كده مديني كلمه ايه young daughter، يبقى معنى كده هتيجي على الصفة القصيرة ديت ونحط لها EST عشان الذال اللي موجودة قبلها، فده تفضيل. تعالوا بقى دلوقتي هنحل مع بعض الجنرال اكسرسايزز، التمارين العامة على lessons 3 and 4. الكلام ده هفكرك برقم الصفحة كده page 97 هنفوق كده سؤال الاستماع ونبدأ من أول سؤال لتشوز. ركز معايا. بيقول هنا أحمد is بعد كده intelligent than سامي. طبعا هنا than موجودة يا ولاد، يبقى دي مقارنة، وفي المقارنة هستخدم إيه؟ هستخدم more. قبل الصفة الطويلة في المقارنة بيجي قبلها يا more يا less. This is the يعني هذا إيه؟ بعد كده company in the world. طبعا هنا كلمة company يعني شركة، يبقى انت عاوز تقول ان ديت اكبر شركة في العالم. قلنا مع وجود ان او of يبقى تفضيل، مع وجود كمان the يبقى تفضيل، والتفضيل هنا اللي هي الصفة اللي فيها EST. بعد كده are you proud، بعد كده be Egyptian. قلت لك ان proud بيجي بعدها يا اما to يا اما of، to والمصدر، وفي مصدر هو اللي هو verb to be، يبقى استخدم ايه to، لكن of عشان استخدمها كنت لازم احط هنا ايه ing او اجيب بعدها اسم. many people enjoy يعني كتير من الناس بيستمتعوا، وطبعا كلنا عارفين ان enjoy بيجي بعدها اسم او فعل في ing، بس ناس كتير بتستمتع بايه across قصر نيل بريدج in the evening، يبقى ناس بتستمتع بالمشي عبر الكوبري صح، والمشي يعني walking.
many people enjoy walking on the grass او sorry on the glass. كلمة ايه جراس اللي انا قلتها ديت اللي هي معناها العشب او الحشاش، لكن ديت ايه جلاس. فبقول لي ناس كتير بتستمتع بالمشي على الجلاس. الجلاس ايه بقى؟ افتح يا ماستر بريدج، يبقى الارضية الزجاجية، وارضية زجاجية يعني فلور. خد بالك ان كلمة فلور كنا واخدينها في البرج القاهرة اللي هو كايرو تاور، كان معناها طابق او دور، يبقى فلور معناها ارضية او دور او طابق في ايه؟ في مبنى. It's important to be polite when you، يعني بقول لك من الضروري والمهم ان انت تكون مؤدب عندما ان انت عندما ايه your opinion، يبقى تكون مؤدب يا اولاد لما تعطي رايك. ويعطي رايك يعني ايه؟ او تعطي رايك يعني give هي اللي معناها يعطي، give your opinion. Mountain climbing is the most، تسلق الجبال هو الاكثر ايه الرياضه الاكثر ايه. Many people fall and die، ناس كتير بتسقط وبتموت، يبقى الرياضة الأكثر خطورة، وخطير يعني dangerous. بعد كده هنا في number 8 بيقول هنا we must، يعني طبعا عارفين ان must معناها يجب، فبقول هنا we must ايه our environment. طبعا environment يعني ايه؟ يعني البيئة. فعاوز يقول ان احنا يجب ان نحمي البيئة بتاعتنا، ويحمي طبعا يعني protect. My youngest brother looks، خدت بالك هنا ان في صيغه تفضيل اهوت اللي هي EST ومش حاطط ذا، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الصفحه السابقه، طالما في صفه ملكيه او apostrophe s ما حطش لي التفضيل ذا. يبقى my youngest brother looks يعني اخويا الاصغر يبدو ايه، my dad they are the same يعني هما ايه نفس الشكل بالظبط. يبقى بالتالي اقول لك ايه اخويا الاصغر ها يشبه والدي، ويشبه يعني looks a like. What's your بعد كده of doing a sport every week، يبقى عاوز اقول لك ايه what's your opinion، what's your opinion يعني ما رأيك. لما تيجي تاخد رأي حد انت بتقول له يا اما تقول له what's your opinion، يا اما تقول له what do you think. دي الطريقتين اللي احنا قلنا عليهم. السؤال اللي معانا بقى بعد كده اللي هو سؤال تصحيح الخطأ هنا نمبر 1 بيقول لي what's the more difficult subject at school، لا ده هنا ذا، يبقى معنى كده ان انا استخدم التفضيل من more اللي هو ايه most. يبقى what's the most difficult subject at school يعني ايه المادة الاكثر صعوبة في المدرسة. How much people helped to build the bridge، لا انت بتتكلم هنا عن عدد الناس مش كمية الناس بقى، لان much بيجي بعدها كمية، لكن اللي بيجي بعدها اسم جمع زي people هي many. How many people كم عدد الناس. سلمى is وبعد كده the more active girl يعني البنت الانشط او الاكثر نشاطا، لا انت بتتكلم هنا the وتفضيل، يبقى the وحول more الى ايه الى most، the most active. He is good at English than me، than موجودة يبقى مقارنة، والمقارنة من good better، يبقى عايز اقول ان هو افضل مني في اللغة الانجليزية. اخر سؤال بقى معانا وسؤال الباراجراف اللي بيقول لي هتكتب عن الموضوع اللي هو ذا تحيا مصر بريدج. تعالى كده يلا نشوف الباراجراف اللي معانا واوضح لك معنى كل جملة فيه. ذا تحيا مصر بريدج. ذا تحيا مصر بريدج is the world's widest suspension bridge. يعني بيقول لي ان تحيا مصر بريدج ده هو الكوبري الأكثر عرضا ومعلقا في العالم. It opened in Cairo in May 2019. يعني تم افتتاح أولاد في مدينة القاهرة in May في شهر مايو in 2019 في 2019. More than 4,000 people helped to build it. أكثر من 4,000 شخص ساعدوا في بنائه. They started building it in 2016. تم يا أولاد بدء البناء في 2016. They finished it in 32 months later. يعني أنهوه وخلصوه بعدها ب 32 إيه شهر. بعد كده بقول لنا the bridge crosses the Niles وراك island. يعني بقول لي إن الكوبري بيعبر جزيرة الوراق طبعا اللي هي في النيل. يعني many people enjoy walking across the bridge. ناس كتير بتستمتع بالمشي عبر الكوبري. بعد كده it has a glass floor يعني في أرضية زجاجية. So you can see the river
under your feet حتى يمكنك أن ترى النهر أسفل قدميك. The best time to cross the bridge is at sunset. وأفضل وقت تعبر فيه الكوبري هو في وقت الإيه؟ الغروب. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتعليق أسفل الفيديو وتعمل شير كده لاسم قناتنا وترشحها لغيرك على الصفحات التعليمية على الفيسبوك عشان تساعدنا كده إن شاء الله في الوصول لمئة ألف مشترك قريبا بإذن الله وبمساعدتكم. أشوفكم دايما على خير ودمتم في صحة سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.